السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيزي وزو اللي نقف على الإشغال نتاع ثانوية رائعة، يعني الشكل الهندسي يناسب المناخ والتضاريس نتاع المنطقة تاع تيزي وزو، خاصة فيما يخص السقف نتاع البنايات اللي تجي مايل لكي لا تتحجر الثلوج على السقف. إذن هذا هو، نخليكم تابعوا هذا الفيديو. السلام عليكم.